حاملة طائرة تركية تي جي أناضول، الأكثر قوة في الأسطول التركي بمساحتها الكبيرة، يبلغ طولها 232 متراً وعرضها 32 متراً، أما ارتفاعها فيبلغ 58 متراً، ويصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن، وسيكون لها طاقم مكون من 261 فرداً. تتسلح أناضول بالنسخة البحرية من مسيرات بيرقدار 3 بالإضافة إلى 4 مروحيات قتالية، وكان مخطط لها أن تحمل 6 مقاتلات F-35 لولا استبعاد تركيا من مشروع المقاتلة الأمريكية. يتم حماية أناضول بنظام فالانكس الصاروخي المضاد للطائرات ونظام تشويش هيزر تركي الصنع المخصص لردع هجمات التوربيدات.